أهلا بكم من جديد. لبن الأطفال ده بيعتبر أهم سلعة استراتيجية في أي دولة، ما ينفعش يكون فيه نواقص تحت أي ظرف من الظروف، حتى لو كان في أزمة اقتصادية عالمية. عشان كده وزارة الصحة امبارح أعلنت أنه تم توفير 14300 عبوة من الألبان الخاصة بالأطفال اللي بيعانوا من حساسية الألبان. ده طبعا بيعكس حاجة مهمة جدا، هي أن الدولة المصرية عندها القدرة على أنها تأمن كل احتياجاتها من الخارج في ظل الأزمة العالمية، في ظل أزمة كبيرة احنا شايفينها متعلقة بنقص سلاسل الإمداد في العالم كله. احنا الحمد لله وبفضله قدرنا نتعامل بشكل استباقي، وقدرنا بتوجيهات سيادة الرئيس اللي كلف الحكومة بتوفير كل السلع الاستراتيجية وانهم يقللوا آثار الأزمة العالمية على المواطنين. معانا على التليفون الدكتور محمد شادي، الباحث الاقتصادي في المركز المصري للدراسات. صباح الخير عليك يا دكتور، اهلا وسهلا بيك. صباح الخير احمدكم جميعا المشاهدين. دكتور محمد، بداية عايزين نعرف من حضرتك ازاي الدولة المصرية قدرت ونجحت الحمد لله انها تأمن الاحتياجات الأساسية لتقليل تأثير الأزمة علينا كمصريين. الدولة المصرية زي ما حضرتك عارف يعني كانت شغالة بقالها فترة طويلة جدا على ما يطلق عليه برنامج الإصلاح الاقتصادي، وده كان هدفه مش بس ان هو يعدل الأوضاع الهيكلية أو المالية بتاعة الموارد العامة للدولة، ده كمان كان بيحاول يخلق يعني هياكل تشكل كده زي طبقات حمايه من الصدمات اللي بتحصل زي دلوقتي. البرنامج في الجزء الحقيقي منه او في الجزء يعني اللي حصل على ارض الواقع مش في الموازنه العامه للدوله، نفذ اكتر من واحد من الهياكل دي او من شبكات الحمايه دي علشان يعني يحمينا من الصدمات دي. من اهمها مثلا التوسع في انشاء المخازن الاستراتيجيه. الدوله المصريه عندها دلوقتي 8 مخازن استراتيجيه موجودين في 8 من الثمان الاقاليم الاساسيه بتوع الدوله، عنده قدره ان هو يوصل بالسلع الاساسيه زي الزيت والسكر والمكرونه والمربى والعسل لكل ارجاء الدوله المصريه في وقت قليل جدا. دي اول حاجه. ثاني حاجه حضرتك طبعا تابعتي والمشاهدين كلهم يعني تطور مشروع تخزين الغلاف اللي كان اتحول من اول حاجه لشول الى صوامع، والشول نفسها باقي منها اتطور بطريقه يعني تحافظ على المخزون فتره اطول وهكذا. الجانب بقى المالي، الدوله المصريه بعد البرنامج نجحت في ان هي تراكم كميات كبيره جدا من النقد، وده قدر يخليها دلوقتي يعني اذا عندنا ارتفاع في السعر فاحنا دلوقتي عندنا حاجتين بيحمونا. الحاجه الاولى ان احنا عندنا مخزون نقدر ننزله في السوق فيعادل الارتفاع في السعر اللي حاصل جزء، يعني مثلا لو انا عندي دلوقتي سعر مثلا القمح مثلا 800 جنيه فانا كنت مخزن القمح مثلا ب 400 جنيه، فبمجرد ما بنزل القمح ب 400 جنيه السوق بيبقى القمح تمام 600 جنيه لان انا اصلا كنت مخزن بسعر اقل. دي اول حاجه. الحاجه الثانيه ان انا بقى عندي فائض نقدي ممكن اشتري بيه في وقت ارتفاع السعر، وبالتالي يبقى انا عندي كده الطبقه الاولى طبقه الحمايه اللي انا مخزن بيها، والطبقه الثانيه طبقه الفلوس اللي معايا اللي اقدر اشتري بيها، ودوت هو اللي عامل استقرار في السوق. زي ما حضرتك شايفه دلوقتي ان واحده من الاثنين بس ما تنفعش. ليه؟ لانه الولايات المتحده الامريكيه مثلا او دول الغرب بداوا يشعروا بالازمه بازمه الغذاء، ده في ظل ان هم عندهم مخزون نقدي قوي جدا. يبقى فكره بس ان انا اخزن فلوس مش هي دي الحل، لا، المفروض يبقى عندي اصلا مخزون موجود اساسي مظبوط وكمان موجود بوجود الاموال، لانه اللي حاصل دلوقتي في الاقتصاد العالمي انه السلع نفسها مش متاحه، مش السلع غاليه، لا، السلع نفسها مش متاحه بسبب اصلا عدم خروجها من المنتج او عدم خروجها من المنتج الاساسي بتاعها يعني او المصنع اللي بيعملها. لان زي ما حضراتكم عارفين احنا عندنا مشكلتين ضخمين جدا. المشكله الاولى ان احنا عندنا السلع الاساسيه في قصور في توريدها بسبب الحرب اللي حاصله في اوكرانيا وروسيا، والحاجه الثانيه ان السلع المصنعه في قصور في توريدها بسبب الاغلاقات اللي حاصله في الصين. فسواء السلع الاساسيه او السلع المصنعه في يعني ضغوط كبيره جدا على وجودهم في السوق، وبالتالي السلع نفسها مش موجوده مش بس مجرد من سعرها مرتفع. لكن في المقابل كمان يا دكتور محمد احنا بنلاقي في تنسيق ما بين الحكومه وما بين الدول المصنعه لبعض المنتجات المستورده، وده مهم لان احنا ما شفناش سلعه مش موجوده. ده صحيح يا فندم. انا اقول لحضرتك ان التدخل اصلا بيحصل على اعلى المستويات، يعني احيانا كتير جدا مش بس التدخل عن طريق الوزير او مثلا الهيئه العامه للسلع التموينيه هي اللي بتشتري او مثلا وزاره الصحه اللي بتشتري، لا، ده الوزير نفسه بيتدخل واحيانا رئيس الوزراء، وانا متاكد يعني بشكل كبير جدا ان الرئيس عمل تدخلات زي مثلا التدخل اللي حصل في القمح. لقينا مثلا رغم ان الدوله الفرنسيه عندها يعني مشكله كبيره جدا في ارتفاع الاسعار الا انها سمحت لمصر ومصر بس يعني الوحيده ان هي تستورد منها قمح او تصدر لها شحنه قمح في هذه الازمه لما كانت يعني حاصله،
شفنا وزير الماليه الفرنسي كان موجود ودوت يقول ان التدخل بس مش بيحصل على مستوى يعني الوزراء ورئيس الوزراء، ده كمان بيبقى في تدخل رئاسي عشان حضرتك عارف الرئيس يعني بنفسه عنده ثقل مختلف تماما، الرئيس حد فاعل للغايه في المجتمع الدولي وعنده يعني ثقل اكبر من يعني ثقل الحكومه كلها، وده بالتالي نتاج العلاقات السياسيه القويه. صحيح يا فندم، لانه كمان الرئيس يعني واحد من الفواعل الاساسيين في المجتمع الدولي دلوقتي، فواعل الاستقرار في المجتمع الدولي، وبالتالي بيحصل احترام كبير جدا لشخصه ذاته، يعني مش بس كمان صفته ان هو رئيس الجمهوريه، لا شخص الرئيس نفسه بيحصل تقدير كبير جدا، وزي ما حضرتك بتشوف يعني الاستقبالات الحفاوه اللي بيحظى بيها في العالم، فالرئيس بيوظف التقدير اللي بيحظى بيه في العالم دوت علشان يعني يوفر ضغط مع الحكومه ان هي توفر السلع في ظل الازمه وفي عزها. دكتور محمد، هل في خطة بديلة متبعة من قبل الدولة علشان المنتجات اللي ممكن تكون كانت بتستورد ويعني بقينا حاسين انها سلع مفروض نوجه الفلوس دي لحاجات تانية يتم انتاجها محليا وبنفس الجودة، هل نقدر نخرج من الأزمة دي ان شاء الله على خير بان احنا نقول ان احنا بنحسن المنتج المحلي اللي ممكن بعد شوية يوصل ان هو يكون سبب في دخل جديد لينا عن طريق تصديره؟ صحيح يا فندم، هو زي ما حضرتك شفت امبارح مثلا الرئيس كان بيفتتح اول امبارح الرئيس كان بيفتتح مشروع واحد من اكبر المشروعات الزراعيه يعني في 30 سنه الاخيره، هو مشروع امل مصر للانتاج الزراعي. نعم. وده بيعمل احلال محلي الوارده، في نفس الوقت كان عندنا كمان اول امبارح برضه الحكومه اعلنت عن برنامجها للاحلال محلي الواردات من السلع الصناعيه، ودوت الاحلال محلي الواردات ده معناه ان انا السلع اللي بستوردها ابدا اصنعها في الداخل بحيث ان انا اعمل حاجتين، اشغل العمال بتوعي اولا، ثانيا اوفر نزيف الحاد من الدولار اللي رايح للخارج عشان يستورد المنتجات دي في ظل ان انا اقدر اصنعها، حتى لو المنتج الموجود في الداخل اغلى حاجه بسيطه او اقل في الجوده حاجه بسيطه، فانا اتحمل دوت على الاقل اشغل الناس بتوعي وفي نفس الوقت اوفر العمله الصعبه، يعني اوفر النقد الاجنبي اللي عليه فلوس ضغوط شديده جدا. انا بس عاوز يعني بعد ما حضراتكم اشير لنقطه مهمه جدا حصلت، يعني الناس كلها مستغربه هو ازاي يعني مصر يعني قادره توفر، او يعني بعض الدول الناميه منها مصر يعني قادره توفر السلع الاستراتيجيه بتاعتها في ظل انه الدول المتقدمه زي الولايات المتحده الامريكيه بريطانيا نفسها وغيره مش قادرين. الفرق هنا زي ما حضرتك في البدايه ان احنا الدول الناميه بتستخدم هيكلين، الهيكل الاول هو المخزون السلعي او المخزون الاستراتيجي يعني والمخزون النقدي. الدول المتقدمه في الغالب ما بيبقاش عندها مخزون سلعي لان هي عندها قدره يعني كبيره جدا على العرض النقدي، معاها فلوس كتير جدا تقدر تشتري في اي وقت، فبالتالي بيحاولوا يقللوا تكلفه المنتج بتقليل تكلفه تخزينه، وبالتالي كل ما مخزنش كل ما المنتج يتكلف عليه اقل لانه بيستهلكه فورا، وبالتالي الدول يعني دول العالم الكبرى ما بيبقاش عندها مخزون استراتيجي واسع يعني او يقدر يكفي عدد ايام طويله من الاستهلاك زي ما بيحصل في الدول الناميه، وده حتى نشاط يعني ده وضع عادي، حتى ما تلاقوا مثلا حضراتكم في القرى عندنا مثلا في مصر تلاقي بيبقى فيه خزين من الارز، خزين من الثوم، خزين من البصل، بينما مثلا في المدن او كده ما بيبقاش الخزين ده موجود لانه في قدره اكبر على العرض السعري العرض النقدي، وبالتالي ده سلوك يعني بيبقى موجود عادي يعني. ده بيخدم الدول الناميه دلوقتي في الوقت الحالي لانه السلع نفسها متوفره زي ما قلت لحضراتكم قبل كده. وانت بتتكلم كمان يا دكتور عن انه في دول كبرى بتواجه ازمه في سلاسل الامداد وفي المواد الغذائيه، احنا شفنا طبعا ازمه لبن اطفال عالميه، لكن في نفس التوقيت احنا وزاره الصحه اعلنت ان احنا تم توفير 14300 عبوه من الالبان الخاصه بالاطفال، مش الالبان العاديه كمان، لا ده كمان للاطفال اللي بيعانوا من حساسيه. صحيح يا فندم، هو في ازمه لوجستيه ضخمه للغايه، يعني التقديرات بتقول ان 5% العالمي واقف في المواني سواء عشان يحمل او علشان ينزل الكونتينرز او البضائع اللي هو شايلها بسبب الاغلاقات اللي حصلت في الصين. الاغلاقات اللي حصلت في الصين مخليه في اكثر من 2000 سفينه واقفين في المدن في الموانئ الصينيه، وال 2000 سفينه دول عاملين تراكمات في الموانئ على طرق التجاره ما بين الشرق والغرب، يعني سواء في الولايات المتحده او اوروبا، لدرجه انه عدد ايام التاخير بيوصل ل 140 يوم دلوقتي عن الوقت المعتاد لوصول البضائع، وده بالتالي مش بس بقى كمان بيخلي السلعه التاثير الاول ان هو السلعه مش موجوده او ما طلعتش، لا ده كمان عندنا تاثير مزدوج دلوقتي ان السلعه حتى لو وصلت لو طلعت ما توصلش للمستهلك بتاعها بسبب العوائق اللي حاصله في الشحن والتفريغ في المواني الاساسيه في العالم يعني.
أكيد. طيب دكتور، لو جينا قلنا يعني إحنا شايفين إن عالميا الأزمة موجودة وعالميا في صعوبة في تبادل السلع بين الدول، إحنا خطتنا للفترة الجاية إزاي؟ كيف سيتم التعامل مع هذا الموقف يعني لفترة بقى طويلة الفترة الجاية؟ طيب، هو اولا عدم وصول السلع بيعلي السعر، زي ما قلت لحضراتكم ان دوت يعني بيخلي مصر يعني المفروض يعني تخزن اكبر يعني قدر ممكن من المعروض النقدي يعني او المخزون النقدي في شكل يعني نقد اجنبي. دي اول حاجه. الحاجه الثانيه احنا بقى نورد مصادر الامداد بتاعتنا، وده حصل فعلا زي ما حصل مع دولة زي الهند مثلا في الأرز مثلا، أو حصل مع دول في أفريقيا مع الشاي والبن. وبالتالي المفروض نعمل حاجة من الاثنين، أول حاجة إن إحنا بنوفر معروض نقلي أكتر بحيث إن إحنا نوازن السعر، ثاني حاجة نبقى بنزود عدد أماكن الإمداد بتاعتنا أو الموردين بتوعنا، وثالث حاجة بقى يعني نتجه للداخل ونزود القدرة بتاعتنا على الاكتفاء الذاتي، بحيث إن هو كل مكان أنا عندي قدرة أكبر على الاكتفاء الذاتي، والاكتفاء الذاتي ده مش اكتفاء ذاتي مطلق، يعني مش إن أنا أنتج كل حاجة، لا، أنتج معظم السلع اللي أنا بستخدمها او السلع الاستراتيجيه بتاعتي بشكل كبير، يعني مثلا ابقى محقق نسبه 70% انتاج فقط دكتور، ولا انتاج بمواصفات محدده بحيث انها تتناسب مع يعني او تتساوى مع المنتج المستورد اللي كنا بنجيبه؟ احنا الهدف ايه؟ ان احنا ننتج فقط ولا ننتج بمواصفات محدده بحيث ان احنا خلاص يبقى ده اسلوب حياه الاستغناء عن المستورد ما قدر الامكان؟ يعني هو في الوقت اللي احنا موجودين فيه حضرتك يعني المنتج نفسه مش موجود، فاذا يعني مثلا انا دلوقتي باخد يعني في العادي بشتري تيشرت قطن 100%، دلوقتي الموجود ما عادش في تيشرت قطن، التيشرت القطن ده مش موجود اصلا في السوق، فانا لو لقيت تيشرت قطن بنسبه 70% ما زال كويس جدا، خاصه في ظل الارتفاعات اللي حاصله وفي ظل اصلا عدم وجود السلع. نعم. فهو احنا دلوقتي المفروض نستغل الازمه الموجوده دلوقتي عشان نحفز المنتج المصري، حتى زي ما بقول لحضرتك لو بجوده اقل وبسعر اعلى شويه، لانه ده هيخفف التصرفات النقديه اللي بتحصل عندي من ناحيه. نعم. ومن ناحيه ثانيه هيشغل العمال المصريين اللي في ضغوط عليهم دلوقتي بسبب الازمه يعني. عظيم. إذن يا دكتور عشان نطمن الناس، احنا عندنا خطه، الدوله عندها خطه في توفير كافه احتياجات المواطنين سواء المحليه او المستورده. إذن خطه متعدده الابعاد، ومش بادئه النهارده على فكره، دي بادئه من 2016 زي ما حضرتك مع برنامج الاصلاح الاقتصادي. والخطه الحمد لله ناجحه. احنا دلوقتي عدينا بازمتين قالوا يعني اثبتوا فعلا ان الدوله المصريه كانت متوقعه دوت وعندها حساب. ازمه كورونا زي ما حضرتك عارف يعني كان في ازمه ضخمه جدا بخصوص الامداد برضه بسبب حركه التوقف 20 شهر تقريبا. الموضوع بيتكرر تاني. اتفضل. بقول لحضرتك 20 شهر توقف العالم تماما عن الانتاج. صحيح. والموضوع بيتكرر تاني دلوقتي بنفس الطريقه، وزي ما حضرتك شايف احنا ما زلنا يعني الحمد لله ما عندناش اي نقص من السلع الاساسيه، ما فيش حد راح اي يعني اي بقاله او اي مول او اي مجمع استهلاكي ما لقاش السلع المعروضه، عكس ما حصل مثلا في بدايه كورونا مع بعض الدول الشقيقه والصديقه يعني سواء في اسيا او في اوروبا، او زي ما بيحصل دلوقتي مع الدول الكبرى زي ما حضرتك شايف عندها نقص كبير من المعروض السلعي وهكذا. أكيد. دكتور محمد روشيتا، كده قولها لنا كمواطنين نتعامل بيها في الفترة الجاية علشان نخفف من وطأة الأزمة الاقتصادية عالميا اللي موجودة في كل مكان، نحس إن احنا إن شاء الله تكون سهلة وهينة علينا. أول حاجة نرتب أولوياتنا، يعني نشوف احنا هنستهلك إيه الفترة اللي جاية بالظبط نستهلكه، يعني ما نستهلكش كل يعني ما نشتتش الإنفاق بتاعنا، نروح للمكان اللي احنا عاوزينه بالظبط أو اللي احنا عاوزينها بالظبط ما نشتتش. تاني حاجة نحجم استهلاكنا شوية، نخلينا بنستهلك القدر اللي احنا عاوزينه بالظبط، بأقل يعني ما نقللش استهلاكنا ولا نزود استهلاكنا عشان نفضل نحافظ على المعروض السلعي الموجود في مصر. ثالث حاجة ما ننصحش وراء الشائعات، لأن زي ما حضرتك عارفة دلوقتي هو وقت الشائعات، وقت الأزمات هي الوقت اللي بيكثر فيها الشائعات بسبب خوف الناس. نتأكد إن الدولة المصرية يعني ما بقتش حاجة، ما بقتش بتدور عشوائيا، وما بقتش بس احنا يعني ملاحظين دكتور محمد قصة الشائعات دي الموضوع اختلف عن زمان. الشائعات بتبقى بسبب إن ما فيش معلومة، فالناس بتبتدي تحط كده أفكار من دماغها وتحط تكهنات وتبقى مش عارفة، لكن دلوقتي الأمور معلنة، مجلس الوزراء ومركز دعم اتخاذ القرار بيطلع يعني بيانات يومية بالأرقام والحاجات، فإحنا فكرة الشائعات أعتقد ما بقتش بنفس قوة زمان مع وجود شفافية وتوضيح والأمور والبيانات بتعلن بالأرقام، فأعتقد أنه ما بقاش في مجال للشائعات بنفس قوة زمان.
والله حضرتك، هو مع توفر المعلومه في عدد كبير جدا من المصادر اللي بتشوش عليها، يعني المعلومه موجوده بس عدد كبير جدا من المصادر بتشوش عليها، وفي نفس الوقت زي ما قلت بسبب الممارسات القديمه يعني قبل الثورتين اللي احنا شفناهم، في ما زال يعني جزء كبير من المواطنين ما بيثقش بالحكومه ثقه تامه، وده هو ده العامل اللي بيخلي الناس تبقى متخوفه، وكمان قدر كبير من العشوائيه اللي كنا بنشعر بيها قبل كده، الحكومه بتبقى متخبطه، ما عندهاش خطه واضحه، ما عندهاش سيناريو مسبق للتعامل مع الازمه. عشان كده بقول لحضرتك من دقيقه واحده انه نبقى متاكدين تماما ان الاداره دي مختلفه، الاداره دي بتعتمد على الوسائل يعني العلم الحديثه، عندها قدره كبيره جدا على التنبؤ، عندها قدره كبيره جدا على استباق الاحداث، عندها قدره كبيره على توقف الصدمات. وزي ما قلت لحضرتك كده، احنا وانا بتكلم لحضرتك دلوقتي احنا عدينا على خمس ازمات ورا بعض، من اول بقى ازمه الاقتصاد المصري الداخليه، يعني سواء السيوله الاقتصاديه او السيوله الامنيه اللي كانت حاصله في بدايه 2014 تحت ضغط العمليات الارهابيه والنزوح الاقتصادي للخارج، بعديها دخلنا في حاجه اسمها الحرب الاقتصاديه التجاريه الامريكيه الصينيه، بعدها دخلنا في ازمه كورونا، بعدها دخلنا في الدوره الفائقه، بعدها دخلنا في الازمه الاقتصاديه الروسيه الاوكرانيه، وهندخل على فكره في ازمه الوقود بعد كده. هو الدوله المصريه قادره انها تتعامل مع الازمات في الداخل المصري. دي حاجه تقول يا دكتور محمد ان احنا مستعدين لاي سيناريو، مستعدين لاي تطورات ممكن تحصل في العالم، لاننا جزء من الاقتصاد العالمي. حضرتك بتتكلم او لما كانت منى تسال حضرتك عن مساله انه الشائعات لم تعد بالقوه، بالفعل عندنا بيانات مستمره بتوضح حقيقه الامر، وكمان عندنا يعني استعداد تام لرصد اي شائعه للرد عليها على الفور. وحضرتك كمان كنت بتتكلم عن نقطه مهمه جدا، انه السلع متوفره ومتوفره باسعار معقوله، في زياده لكن الزياده بسيطه في نفس الوقت، لكن لازم تحصل. لكن زي ما بقول لحضرتك كده، الصدمه اكبر من اي حد على فكره، حتى اكبر من الدوله المصريه بحالها، واكبر حتى من الولايات المتحده الامريكيه، اكبر من بريطانيا، الصدمه اكبر من اي حد، وعلشان كده لازم يبقى في اسعار. الفكره كلها هو انا قادر بقى ادير الازمه دي ولا مش قادر اديرها، يعني هو انا زي ما بالظبط، يعني انا دلوقتي اتخبطت العربيه خبطتني، انا الخبطه هتاثر عليها هتاثر عليا، فالفكره بقى كلها ان انا قادر اتعامل مع اثار الصدمه دي ولا لا، يعني بعد ما اروح المستشفى جسمي قادر يتعافى ولا مش قادر يتعافى، هي دي الفكره. الدوله المصريه قادره تتعافى، قادره تقف على رجليها، بتتحرك دلوقتي وماشيه بخطى ثابته بعد صدمه كبيره جدا، مش صدمه واحده، خمس صدمات زي ما قلت لحضرتك. ما زلنا قادرين ان احنا نتحرك، ما زلنا قادرين ان احنا ننمو، عندنا معدل نمو متوقع 5.6%، وده يقول ان الدوله المصريه قادره شابه، عندها القدره ان هي تفرز ما زال العديد من الفرص، سواء بقى الفرص الاستثماريه او حتى الفرص الانتاجيه، وده اللي احنا شغالين عليه ان شاء الله، وان شاء الله ربنا يكرمنا ونعدي ونعبر الازمه دي زي ما عبرنا عليها ان شاء الله. ان شاء الله، كل الشكر ليك الدكتور محمد شادي الباحث الاقتصادي في المركز المصري للدراسات، شكرا جزيلا لحضرتك.